معانا دلوقتي آية على التليفون. آية بنرحب بيكي الأول. ألو. أيوة آية، إزيك؟ عاملة إيه؟ الحمد لله بخير والله. آية عايزة أسألك بقى، إحساسك إيه لما الفيديو بتاعك، أو هقول لك الأول حاجة، صورتي الفيديو ده ليه؟ هو أنا الحقيقة أنا في سنة التخرج بتاعتي سنة رابعة، أيوة، فكنت بوصلك بس اللحظة، لأن والدي طول 4 سنين كان بيساعدني وكان بيوصلني، فانا ربنا يخليهولك يا رب. كنت بوثق اللحظه خلاص بقى، يعني حبيت اشكر والدي يعني في الفيديو ده، انا كنت نشرها على صفحتي. ايوه ايوه طبعا. يعني بصي انا في الاول بقول اب حنين، لانه هو مش اي اب. يعني في ابهات تبقى نايمه في البيت ولها انزلي خدي ميكروباص ولا خدي اي حد من ولا حد يوصلك. يعني فكره ان هو يصحى كل يوم عشان لاخر سنه يوصلك بالعجله، هو اب حنون جدا جدا. كان بيوصلك انتوا منين اساسا؟ احنا من كفر الدوار. كفر الدوار. وبيوصلك قد ايه؟ مسافه قد ايه؟ هو دايما يوصلني الموقف ويركبني العربيه بتاعه دمنهور، لان جامعتي في دمنهور. يا جميل حبيبي. طب انا هسألك الموقف، يعني هسألك على حاجه يا ايه. في اول كلامك قلتي بابايا بيساعدني اخر 4 سنين، اخر 4 سنين بس يا ايه؟ عشان مواصلاته. لا لا مش اخر 4 سنين، انا بقول لك بس بنختتم المشوار الدراسي بتاعي. ويفضل دايما يا رب يساعدك ودايما في ظهرك ودايما شايل همك وشايل هم ولادك يعني واخواتك. اقول لحضرتك في ناس تقول لي مثلا الفيديو ما فيهوش حاجه، ما فيش سسبنس في الفيديو قوي. هو بالنسبه لي، هو بالنسبه لي حاجه كبيره. انتوا مالكم؟ ايه انت كنت متوقعه ان الفيديو يحقق المشاهده دي ويبقى ترند والناس كلها قاعده بتعمل له شير وكده؟ لا طبعا انا ما توقعتش خالص، يعني كله كرم من ربنا. يعني الحقيقه دي سنه المعاش بتاعت والدي. حبيبي ربنا يخليه لك يا رب. اللهم امين. فهي تقريبا دي مكافاه ان الناس كلها تدعي له ان هو يطلع تلفزيون. احساسه ايه دلوقتي هو لما لقى الناس بتدعي له يا ايه؟ هو فرحان بجد، يعني ساعته لا تقدر بثمن. يعني اكيد اكيد. وجات يعني هو ركز معاكي عشان كمان طلع المعاش، وبعدين انت قمر ما تتسابيش يعني لوحدك كده، خايف عليكي بيركز. جميل يا رب. ربنا يكرمك. انتوا ليكي اخواتي ايه؟ ايوه انا ليا اختي الكبيره اسراء، خلصت كليه تجاره، خريجه كليه تجاره. طيب وبابا كان بيعمل معاها كده في اثناء الجامعه؟ ايوه بابا بيعمل معانا كلنا. يا كلكم ربنا يديله الصحه يا رب. انتوا الاربعه بيعمل معاكم كده؟ اللهم امين. احنا اربعه ما شاء الله. ابو البنات الجميل الحنين، والبنات حنينين كمان، انتوا اكيد حنينين عليه. بس يا ايه أيوة. شدي حيلك أيوة. عشان انت دلوقتي هتردي له جميله في تفوقك وفي نجاحك وفي الشهاده بدرجات وتفوق عالي يفرح بيها وبكل خطواتك جايه في الحياه. يعني دايما تهديها كده ايه، حب وتقدير ليه. انا معجبه كمان بالميوزك اللي هي حطاها. انت حاطه مزيكا على الفيديو، مزيكا رائعه بتقشعر الواحد. عمر خيرت. الله الله بنحييكي طبعا، تحيه للمايسترو عمر خيرت، وبيضيف بهاء وجمال على اي حاجه يحط مزيكته عليها. تسلميلي. تتوقعي ايه تقولي ايه لبابا؟ انت يعني كلمات الشكر مش هتوفيه حقه. يعني اتمنى يعني ان الفيديو ينتشر ويوصل للطريقه دي، يوصل له حبه، يعني حبه ليه يبان، يعرف هو غالي عندي قد ايه. ولو اقدر اعمل حاجه اكتر من كده هعمل بجد. يعني هي دي اللي كانت في ايدي. ايه في عريس او خطوبه او حاجه؟ لا. هيبقى عندك مشكله. عايزه عريسك او جوزك يهتم بيكي زي بابا ويوصلك لحد المواصلات ها لازم بقى تختاري بعنايه شديده. بصوره الوالد بنحييه جدا جدا جدا، وبنحيي كل اب مهتم وموجود بالفعل، لان في ابهات بتبقى يعني حاضر غائب. عارضين صورته اهو كمان، هو موجود ومؤثر. بنعرض صورته عشان نحييه ونقول له قد ايه موقف رائع وجميل وحاجه يعني اثرت فينا وتاريخ كلنا. هو اب كما قال الكتاب. اب احنا بقينا نستغرب ليه؟ احنا ازاي بنستغرب ان في ابهات محبه ومخلصه لاولادها، وفتره الحب في قلبهم لاولادهم يخليهم يفضلوهم عن نفسهم. هو ظروفه كمان يعني مستغرب. عارفه يعني ايه؟ مش بتلاقي ده، مش بتلاقي ده. ايوه حضرتك كتير. انا عايز اسالك، الوالده موجوده يا ايه؟ ربنا يديها الصحه والعمر. موجوده؟ ايوه والدتي موجوده. بتغير منك انت وباباكي في علاقتكم المتقاربه دي شويه؟ شوية. مش كده؟ طب دلعيها بقى. نزلتي بابا ما نزلتنيش. الله الله الله.
لا بس انا انت عارفه يعني من غير ما انزل لك انت عارفه. اه لا دلعيها اعملي لها فيديو، اعملي لها فيديوهين من غير ما انزل لك، لازم عبري عن حبك ليها وتقديرك ليها ان شاء الله. ربنا يخليكوا لبعض. هو اهم حاجه في بيت الاب. الله هو اكبر. طبعا ده ايه ده صوت حد. هو طول عمره شايل عم ولاده. دي ماما. دي ماما دخلت اه في دي الوالده. ايوه ايوه حبيبتي اهلا. بنمسي عليكي حضرتك. الله يخليك الله يبارك لك. سعيده بآية والفيديو اللي عملته. هو اب مثالي الصراحه، هو الصراحه شايل هم البيت كله، شايل كل حاجه. ربنا يخليه لكم يا رب. ربنا يخليه لكم، ربنا يبارك لنا فيه ويخليه لنا يا رب. يا رب اللهم امين. الاب المثالي ده اكيد زوج مثالي بسم الله ما شاء الله، صح؟ كتير كتير بصراحه. كتير كتير بيعمل حاجات كتيره جدا بصراحه مثاليه يعني. يعني صراحه هو طول عمره على طول شايل همنا يعني. الله اكبر. هو جنبك حاجه ولا لا؟ هو لسه هو جاي هيجي من الشغل الساعه 3 يعني. طب انت بتشوفي البرنامج كل يوم ولا عشان ايه النهارده بس؟ لا والله هو كل يوم يعني بيجي عادي. انت بتشوفي الستات ما عرفوش يكذبوا كل يوم؟ انا مش سامعه. مش سامعه؟ بتشوفينا كل يوم؟ بتشوفي البرنامج طبعا كل يوم؟ يا منى طبعا. ده اكيد ده موضوع. هي بتشتغل بتقول لك عشان ظروف شغل. تفتحنا على الواتساب. الاعاده الصبح. تفتحنا على الانترنت. على اللايف. على اللايف. لا البرنامج على طول يعني مش متابعه كتير لان الشغل بتاعي مش بيسمح لي يعني. ربنا يقويكي ويخليكوا لبعض يا رب، وتبقوا دايما كده اسره. ده نموذج جميل للاسره المصريه اللي لازم نظهرها. المجتمع فيه حاجات جميله جدا، مش لازم بس نشاور على القبح يعني. لازم مش اللي هو بقى الترند الوحش او كده ده اللي احنا نسلط عليه الضوء. دي حقيقه. اهم حاجه الحاجات الايجابيه. احنا هي دي الاسره المصريه اللي احنا اتربينا عليها وعشنا معاها. كانت هبه بتقول حاجه مهمه قوي، قالت انتوا ليه مستغربين؟ احنا مش مستغربين، بس لما بتشوفي موقف زي ده غصب عنك بتلاقي ايه اتاثرتي او عارفه الدموع كده نزلت ونايمة. بصوا انا مش عارفه ايه معانا ولا لا ولا قفلنا، بس انا عايزه اقول حاجه مهمه. بلا شك الاسره الجميله دي عدت بمصاعب وعدت بخلافات وعدت بأزمات وعدت بخناقات وعدت بكل الحاجات اللي بيعدي بيها أي بيت مصري، بس روح الحب والرحمة والمودة والسكن اللي حافظوا عليها بسم الله ما شاء الله هي اللي خلتها النهارده تتكلم عن ابو العيال بالطريقه دي، وهي اللي خلت الاب يعمل كده مع بنته طبعا. وهي اللي خلت البنت تتكلم كده عن ابوها. انت هو ده النقطه المهمه اللي لازم. النقطه المهمه الرحمه. ليس منا من لم يرحم صغيرنا، يعني بنت صغيره وراح تركب لسه مواصلات كتير عشان تروح الجامعه، الاب بس بينزل يوصلها كل يوم الحته دي، وان كانت حتى صغيره او كبيره. لكن الفكره انه كمان ممكن يبقى نايم، ممكن يبقى قاعد يقول لها هاتيلي وهاتيلي معاكي وانزلي اعملي وبتاع. في كده ابهات يعني ما عندهاش الرحمه. فاحنا فرصه فعلا نقول لا، ده طبع المصريين ودي طباع جميله فينا، عايزين نظهرها كمان ونعمل نلقي الضوء عليها دايما من خلال برنامجنا.